صباح الخير، إن شاء الله حامل معكم الغريبة. سهلة وبسيطة وسريعة. في البداية هحتاج لثلاثة أكواب دقيق، وكوب من حليب البودرة اللي هو حليب جاف، وثلاثة أرباع سكر مطحون ينفع تطحنيه في البيت، كوب ونص سمنة. هستخدم سمن حيواني، عندكم فارم، المراعي، فيرن، كلها تنفع، وممكن تستخدم السمن النباتي زي ما تحب. وعندي هنا ملعقة صغيرة من الهيل المطحون، ونحتاج للزينة فستق أو لوز، أنا اخترت الفستق. بعد ما أخلط مكونات الغريبة أخذ جزء من العجينة نصها أو ربعها وأخلطها بشوية شوكولاتة بودرة عشان أعمل غريبة بالشوكولاتة. الطريقة بكل بساطة، هخلط السكر مع السمنة في البداية، وبعدين أضيف المواد الجافة اللي هو الحليب والدقيق والهيل. هذا قوام الغريبة بعد ما انعجنت، شايفين؟ بواسطة الملعقة المعيارية أخذت كورة من هنا، كورتها وحصفها بالصينية، وأحط فوقها حبة اللوز أو الفستق. حوريكم الشكل النهائي. حطيتها كورة زي ما هي، هحط فوقها حبة الفستق وأضغط ضغطة خفيفة وخلاص. كده خلاص حبات الغريبة صارت جاهزة. حدخلها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 9 إلى 10 دقائق. خرجت الغريبة من الفرن. هذه الصينية خليتها 9 دقائق، شوفوا كيف اتحمرت زيادة، انحرقت بس اتحمرت زيادة. بينما هذه الصينية خليتها 8 دقائق، فحسيت تحميرتها أحلى أضبط. فانتوا عندكم من 8 إلى 9 وبالكثير 10 دقائق حتكون الصينية جاهزة، فشيكوا عليها كل شوية أفضل. طبعا بعد ما تخرجيها من الفرن ما تحركيها أبدا من الصينية إلين تبرد تماما. دحين هذه اللي بقيت من العجينة حقتي قسمتها لنصين، واحد حسيبه زي ما هو والتاني حعجنه بشوية شوكولاتة. أخذت نص ملعقة صغيرة من الغريبة البيضة ومن الغريبة السمراء وكورتهم بدي الطريقة. الكورتين أخذتهم ولصقتهم على بعض بدي الطريقة، شايفين؟ بعد ما لصقتهم زي كده بدي الطريقة أدمجهم. هذا شكلها بعد ما دمجتها. حدخلها الفرن برضو لمدة 8 إلى 9 دقائق. وهذه غريبتنا صارت جاهزة. تسلم يدي وتسلم أياديكم اللي هتطبق وتسعدني.